تواصل المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي أعمال مشروع إعادة تأهيل القطاع السابع للري الحكومي في البوكمال بريف دير الزور، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو، حيث تتكاتف الجهود مع الورشات باستبدال الفلومات المتضررة في الأراضي الزراعية. تم تأهيل مشروع ري القطاع السابع وبشكل خاص شبكة الري بالتوازي مع محطة ري القطاع السابع، وذلك من أجل إيصال المياه إلى كافة وحدات الري. يوجد بالقطاع السابع إضافة 6 فروع وخمس تفريعات. هاي الفروع كلها يعني تم تخريب وتكسير قسم كبير من هذا من قبل العصابات الإرهابية. يتم حاليا إعادة تأهيل وإعادتها لتشغيل المشروع وإيصال المياه إلى جميع المساحات المزروعة في القطاع السابع. مديرية التشغيل والصيانة في حوض الفرات الأدنى بدأت العمل في المشروع الذي يجري من خلال 3 جبهات تستهدف فيها أعمال صيانة المحطة الرئيسية للمشروع ومحطة الرفع، إضافة إلى أقنية الري، وذلك بهدف رفع وتيرة العمل للوصول إلى جاهزية تتيح إمكانية تشغيل المشروع ووضعه في خدمة الفلاحين. نحن بدورنا كمنظمة فلاحية وجمعيات فلاحية وبالتعاون مع الأخوة الفلاحين قمنا بعمل تطوعي مع الورشات العاملة ضمن الخطوط الرئيسية والفرعية بتقديم ما يمكن تقديمه من بعض الآليات وتنظيف السواقي الحقلية. نظرا لغرب تشغيل مشروع ري القطاع السابع، قمنا من جانبنا كمزارعين وفلاحين وجمعيات زراعية بمساعدة الجهات المعنية لإتمام تشغيل مشروع ري القطاع السابع. نحن الفلاحين قمنا ببناء بجمع آليات، وساعدنا المهندسين بحمل السواجي وجمعناها لكي تصيح المشروع. يأمل الفلاحون مع بداية زراعة الموسم الشتوي القادم أن يقلع المشروع الذي يمتد في عدد من بلدات ومدن ريف البوكمال الغربي، والذي يروي 7500 هكتار من الأراضي الزراعية التي خرجت عن الخدمة خلال السنوات السابقة.